قطع الأعناق ولا قطع الأجزاء. دي سياسة ممكن تلجأ ليها روسيا في ظل حملة العقوبات عليها. فروسيا أعلنت رسميا إنها هتستخدم السلاح النووي لو تعرضت لتهديد وجودي. وفي نفس الوقت إدارة بايدن بتسعى لتجويع الشعب الروسي بشكل رسمي. يعني ده تهديد وجودي. لذلك هي بتجرجر العالم أو أمريكا تحديدا بتجرجر العالم لأزمة ممكن يكون عنوانها حرب نووية عالمية. ايه هدف ادارة بايدن من اسلوب تعطيها المستفز مع روسيا من خلال حزمة عقوبات هستيرية؟ ده اللي هنعرفه بس بمزيد من التأمل والتحليل. السلام عليكم. كل لحظة بنسمع فيها عن حزمة عقوبات بتاخدها الولايات المتحدة ضد روسيا او شخصيات روسية، ومش باقي غير اننا نسمع عن عقوبات رغبية ضد السباك اللي بيصلح حنفيات المية اللي موجودة في الكريملين. شعار العقوبات الاقتصادية الغربية على روسيا لا يمكن انه يتم تفسيره الا باعلان حرب، لانها عقوبات واضح ان الهدف الحقيقي منها هو تجويع الشعب الروسي فضلا عن تركيع الدم الروسي. ومن الملاحظ ان ادارة بايدن هي اللي بتدفع وبتشجع نحو المزيد من العقوبات الاستفزازية للدم الروسي بعكس الاوروبيين المترددين احيانا. شركة توتال الفرنسية للطاقة قالت انها مرتبطة بعقود لمدة 25 سنة مع روسيا بخصوص امدادات الطاقة، وبكده ممكن نفهم ان اوروبا بدأ يظهر فيها اصوات بتتكلم عن التأثير العكسي للعقوبات اللي على روسيا، لان اوروبا بكل الاحوال محتاجة للطاقة دايما وخصوصا للغاز الروسي. بوتين وكإجراء اولي اعلن عن ان مبيعات الغاز الروسي للدول الغير صديقة هتكون بالروبل الروسي ومش هيقبل لا الدولار ولا اليورو، وده من شأنه انه يخلي الاوروبيين في حيرة من امرهم ما بين احتياجاتهم من الطاقة وما بين التماهي مع الضغط الامريكي لمزيد من العقوبات. كخلاصة للكلام يا سادة يا كرام، بايدن بيدفع العالم للهاوية بسبب استفزازه الغير طبيعي للدب الروسي. فبوتين مش هيرضى لروسيا انها تجوع، ومن مبدأ قطع الاعناق ولا قطع الاجزاء قد يلجأ بوتين لاجراء اكتر عنف تجاه الغرب. فهو لسه عنده ادوات كتير وكروت لعب كتير جدا. من السهل عليه انه يحط الناتو في مأزق حقيقي لو قام بعمل عسكري ولو محدود تجاه بولندا مثلا العضو في الناتو، وبالتالي يصبح لزاما على الناتو ان هو يرد، وبالتالي هتكون حرب عالميه، خصوصا ان روسيا قالت اننا هنستخدم النووي في حال تعرضنا لتهديد وجودي، ومفيش تهديد وجودي اكتر من اللي بيحصل حاليا دلوقتي. ايه اللي هيحصل؟ ده اللي احنا هنشوفه على مدار الايام اللي جايه، وان كان انا شخصيا عندي قناعه ان اللي بيحصل ده مخطط ومرتب له ما بين القوى العظمى اللي بتدير العالم او الدول العميقه اللي بتدير العالم بعيد عن الحكومات وعن الرؤساء الشكليين اللي موجودين، وان الهدف هو اخضاع اوكرانيا لروسيا مقابل اخضاع اوروبا بالكامل لامريكا. واشوفكم في حلقه جديده ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.